دودو كيف أطول شعري؟ روحي سوي صحن حط فيه زيت خروعه، زيت مسمسم، زيت ارقان، زيت اللوز، زيت الهند، زيت كل الزيوت، خلطيها خلطيها خلطيها. جيبي مية البصل حطيها 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 ورقديها، بعدين حطي الرز رز 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 كثير مية حقته، وخلطي خلطي خلطي، وحطي فلفل حار، بعدين حطي في البطل، تمام، وخذيه وخذيه وخليه 4 أسابيع، تمام، وطلعي روحي للصالون وحطي اكستنشن، لا تبلشي أمنا كبي هذا الخربطة اللي قلت لك عليها أي كلام. والله قالت لك اطول شعرك في 2023، كيف يعني اطول شعرك؟ انت في 2023 تمني انه يطول عمرك اصلا عشان يطول شعرك، يا اتمني اصلا يطول يطول بس رمشك، انت اتمني بس يطول الساعات اللي انت فيه تطول الساعة وما صار فيها بركة بسرعة تروح. والله العظيم قالت لك طول شعري، ما حد، ما بنات كلهم طاحوا، طاح شعرهم، تساقط شعرهم، اقل شيء اصلا من الاكتئاب، من الضيم، من الذكاء الاصطناعي. تعرفوا شيء؟ لازم تعرفوا شيء، خلص ما في شيء، تعبت من الفلسفه.